من ايتام خرج عليها وما تقدرش تهضر. هذا كله ما تيقدوش يهضروا، ما تيقدوش. هاي دابا سعاد تقول لك سعاد راه واخد منها ملينات، راه واخا تقول لا كاين دلائل بان خدا لها فلوسها باش دافع عليها. قال هو دخل السي محمد للحبس، واش الحبس بغينا نعرفوا على يدو؟ حنا عارفين السلطات بان كاينه، كاين المخزن ديالنا، حنا مامنين بالمخزن ديالنا. تجديد تحياتي. ما عنده حتى شي حاجه، ما تصبش عنده لا 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 جمعيه ملكيه ولا حتى حاجه. راه بقات ما تيبقاش يقولها من يضروا الناس البلاد اللي بصح بني نيفو، راه ما بقاش يهضر، ما بقاش يقول عندي الجمعيه. ما دائما كنت يقول انا جمعاوي، باش جمعاوي هو نصاب، نصاب على المراه المغربيه. ودابا تيغوّر، دابا دار الفوضى. علاش ما تيهضرش بروقي؟ علاش ما تيهضرش مع الصحافه بروقي؟ مع القنوات بروقي؟ علاش داير الهجوم دابا؟ علاش دابا داير الهجوم باش يتلف الناس؟ معروف كيوقف حدا المحاكم، معروف كيفاش يهضر حدا المحاكم، معروف كيدير دائماً حدا المحاكم، دائما حدا المحاكم، معروف دائما تيفرح ملي كيدور شي عائله مغربيه، خوتي المغاربه، شي عائله مغربيه، الناس كلكم حنا الحمد لله عندنا ثقه كبيره في الملك ديالنا، الحمد لله، وفي المغرب ديالنا، وفي الدوله ديالنا الشريفه العفيفيه. حنا عندنا مشكلة عند الأخ ديالي السي محمد بوكريشة، دابا حاليا راه عند القضاء، يعني كياخذ الإجراء ديالو والمسائل ديالو، وحنا كخوتو وكأمو وكبناتو واقفين هنايا وكنتعرضوا للاستفزاز وكنتعرضوا للسب والشتم من طرف واحد العصابه هي قبلتنا. ودابا خوتي اللي داخل معنا في هذا اللايف ها هو كيشوف هاد قمه الحضره ديال الناس، ها الحضره كتبان غاديه على يديها ورجليها. حنا حتى لحد الان الحمد لله راضيين باللي عطانا الله سبحانه وتعالى، وعندنا كيف ما قلت لكم في الاول ثقه كبيره في القضاء ديالنا وفي الدوله ديالنا وفي الملك ديالنا. الله ينصرو، الله يشافيه، الله يعافيه، وما عندنا حتى شي حاجه ضد هاد الشيء هذا، بالعكس متقبلين. وحتى الاخ ديالي متقبل ومشى يشوف المشكله اللي عنده كيفاش، وصافي هادشي اللي كاين. ما حنا شفاره، ما حنا ما حنا كنضربوا في الاعراض ديال الناس، ما حنا كنديروا حتى شي حاجه، ما انتم سعايا، ما حنا سعايا، ما حتى شي حاجه الحمد لله. وجاو هاد الناس بطبيعه الحال هما واقفين معنا ومساندين. الله يجعل سيدي معاهم، ولكن هما ماشي واقفين معانا، واقفين مع الحق، مع الحق، واقفين ضد الحقره، واقفين ضد هاد التعدو، هاد التنمر اللي كيتعرضوا له هاد الاسره هادي. كيضربوا في القصير، وكيضربوا في الاب، وكيضربوا في الام، وكيضربوا في كل شيء، وهما ما عندهم الغرض حتى بشي حاجه خوتي. راني كنهضر معاكم وكنهضر معاكم من قلبي، راه ما كاين حتى شي محبه لا من اجل الطفل ولا طفله ولا القصير ولا القصيره، راه كاين غير مصلحه وكاين الفلوس والارباح وكتجي فينا حنايا وفي الاخ ديالي وفي الام ديالي وفي الاب ديالي اللي ناس كبارين ومراضين بمرض مزمن وكلهم راهم دابا ربي اللي عالم بهم. انا امي كطيح وكنولي نهزها، كطيح وكنولي نهزها، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عندنا ثقه كبيره في القضاء ديالنا، دابا حاليا حنا كنتواجدوا بباب المحكمة الابتدائية، وكنحييو الموظفين، كنحييو كاع الناس، كل شيء قايم بالمهمه ديالو، ولكن هاد الناس هادو راهم كيستفزونا، راهم تيحقرونا، ولكن ربي سبحانه وتعالى غادي ياخذ الحق، غادي ياخذ حقنا، غادي ياخذ حقنا. لحقاش الانسان لو كان باغي مصلحه لشي واحد ما غيمشيش بهذه الطريقه هادي. حتى شي واحد ما قال ارا نشوفوا الصلح لهاد العائله، ارا نجمعوا هاد العائله، ارا نشوفوا هاد القصيرات، ارا نجمعوا هاد الشمل. حتى شي واحد ما والو، كلشي كيسعى غير التشتيت والتفريقه، وكيزيدوا يخلقوا الفتن وسط العائله هادي باش يبقى هاد الشيء هكا. خوتي الناس راه كتدخل السوبر شات، الناس كتدخل فلوس على ظهر هاد العائله المحقوره، على ظهر هاد الناس هادو راهم كيحقروا هاد العائله. وحنا عندنا الله وعندنا الملك وعندنا القضاء ديالنا اللي كنطمحوا فيه وكنترجاو فيه، ربي غادي يعاونهم وغادي ياخذوا لنا حقنا، وغادي ياخذوا لنا حقنا. لحقاش حنا كنتعرضوا للظلم، كنتعرضوا للتنمر، العائله ديالنا كلها كتعرض للظلم والتنمر. الدراري في المدرسه، انا عندي بنات كيقراو، كلشي كيعايرهم، كلشي كيقولهم بالفضل ديال هاد الناس هادو اللي كيشوهوهم. كيبغيتو حنا هاد المجتمع ديالنا يطلع بقوة هاد الحقرة ديال هاد الناس،
ولكن سنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وربي سبحانه وتعالى غادي ياخذ الحق، غادي ياخذ الحق. هادشي اللي غادي نقول اخوتي راني غادي نسخف ولا حول ولا قوه الا بالله. علاش غادي نسخف اخوتي؟ حيت ما كنهضرش من كذوب، انا ما كنصورش، انا ما كنصورش، كنهضر غير مع اخوتي. انا بغيت نوصل صوتي لخوتي المغاربه، الناس المسؤولين اللي كيشوفوا هاد الظلم وهاد الحضره وهاد التنمر. وهادشي ما نقدر نقول اخوتي. انتما شفتوا الاخوه الاخوات انا مشاهدينا الكرام على برا كاين القاصرات المجتمع الجزائري في مدينه فاس. كنتمناو من كل قلبنا ونداء للمسؤولين انهم يشوفوا راه هادشي اللي كنحاربوا، نحارب هاد الناس اللي كيتنمروا على هاد القاصرات. البنت هي طاحت لينا، البنت قاصره هي طاحت لينا عباد الله بقوه التنمر هذا. الاب ديالها ما بين ايادي امنه الحمد لله، ما بين يد القضاء، والقضاء بويا وباك، الله يعز القضاء ديالنا المزيح، الله يحفظ لنا ملكنا وعاش الملك وينصر لنا الامن ديالنا يا رب العالمين. انتم كتشوفوا بصدد هذا التنمر هاد البنيات هادو ها هما دابا في حاله يعني يرتلاها واحد الحاله اللي عويصه الاخوان الاخوات. مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا خوتي الجزائر. سمحوا لي نطلع مونيطار، سمحوا لي اخوتي، راكم عارفين حنا في واحد الحاله يعني اللي اش غنقول لكم، ولكن كنشوفوا حنا مجموعه من المواطنين، مجموعه من الناس جاها واحد الانهيار عصبي، جاها انهيار عصبي يعني اللي هادشي هذا هاد الظن وهاد الحبره، وهما ما شافوا هادشي، ما كيبغي حتى شي واحد، وما صبروش نظرا لان الاب ديالهم كذلك يعني حط يعني داخل المؤسسه القضائيه، وكيتسناو بفارغ الصبر انهم يشوفوا الاب ديالهم لانهم راهم بنيات قاصرات يا عباد الله. اش هذا التنمر؟ انتم سمعتوا على المباشر وسمعتوا العيلة راه وسمعتوا القوات الاخوان كيتنمروا علينا بالالي، كيستفزونا بالالي. شكرا، وهذه فوضى، هذه فوضى الاخوان، هذه فوضى، هذه كنتمناو هو اللي كيتنازفوا. فاتحة هذه فاتحة اخوات المهم. شكرا للمنبر الوانكم، حنايا خوتي الاعزاز كلنا هذه البنيات هذه القاصرات، كلنا هذه البنيات القاصرات. نتمنى لا حول ولا قوة الا بالله وعلى خير، ولكن راه هاد الناس هادو راه ما خلاوهاش تدوز على خير وبخير. ها البنت هي في الطونوبيل طايحة، البنات بجوج بهم كاين عندهم بأنعات كي انا بغيت غير نعرف، انا بغيت كنتمنى هادشي يتخذ بعين الاعتبار وحق الله. انا هادشي راه كيضر حتى بالمؤسسه القضائيه ديالنا وكيضر حتى بالامن ديالنا.